شارك محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في فعاليات المؤتمر الوزاري السابع التعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي الذي استضافته كوريا الجنوبية بمدينة بوسان تحت عنوان نحو مستقبل مستدام، التحول العادل للطاقة والقطاع الزراعي في إفريقيا. ناقش المؤتمر قضايا التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وتحقيق الأمن الغذائي في القارة الإفريقية وسط حضور واسع لكبار المسؤولين من كوريا الجنوبية والدول الإفريقية. عقد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة جين لي تشون رئيس البنك وممثلي الدول الأعضاء اجتماعا بالعاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة في إفريقيا. يأتي هذا ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف التي تنعقد بشرم الشيخ يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمشاركة فعالة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية. شهد الاجتماع بحث تنفيذ مشروع استثماري كبير في مصر بقطاعات مستدامة كالنقل والتكنولوجيا في شراكة جديدة بين القطاع الخاص بمصر والبنك العالمي متجدد أو متعدد الأطراف تستهدف تعميق التعاون الإنمائي. أدى ممثل مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية انبهارهم بما رأوه في العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها درة المدن الذكية، وأضافوا خلال جولتهم السياحية لأهم معالم العاصمة الإدارية والأهرامات والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية أنهم رأوا في العاصمة الإدارية نموذجا أكثر إبداعا للتنمية المستدامة باعتبارها نقلة حضارية تخلق فرصا واعدة لبناء شراكات المستقبل بل مع القطاع الخاص بمصر. أكد وزير البترول طارق الملا أن ما شهدته كيانات القطاع العام البترولية من تطور غير مسبوق ساهم في زيادة إنتاجها ورؤوس أموالها وإقامتها مشروعات كبرى للإنتاج والتوافق البيئي وتأمين الأفراد والمنشآت وضبط منظومة العمل وجاهزيتها للتكامل مع المشروعات الجديدة التي يتم إضافتها. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول عبر تقنية الفيديو كونفرنس باكورة اجتماعات الجمعية العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023 والتي ضمت شركات أسيوط والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاز. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط حيث تغلبت المخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية للقلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.11% إلى 94.34 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43% إلى 90.91 دولار للبرميل. هذا وقد صعدت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 59% لتصل إلى 3.31 دولار للتر. هذا وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.3% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وإلى البورصات الخليجية حيث هبط مؤشر دبي في ختام التعاملات مع اتجاه المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة، في حين أنهي المؤشر في أبوظبي على ارتفاع طفيف. وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 3.1% بعد أن سجل أعلى مستوى في 8 سنوات أمس الخميس. ومع ذلك سجل المؤشر أعلى مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من شهرين حيث ارتفع 3.1% وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن. في الوقت نفسه صعد المؤشر في أبوظبي بنسبة 4%.